طيب شباب مستقيم لو سمحتوا، قبل 3 أيام كان عيد ميلاد أبو خلف. أبو خلف لاعب مثابر وقوي، فأنا قررت أني أحتفل بعيد ميلاده على طريق الخاصة. راح أقدم له هدية متواضعة وراح ألعب معه جولة قتال وأخذ فيها 17 تاب لأنه صار 17 سنة. مطلوب منكم تساعدوني في العد. You get what I'm saying, right? Okay. So, جاهزين شباب؟ فيش وقت طبعاً، بنخلص 17 تاب بنوقف. تمام؟ طبعاً إذا ما خلتنيش بنضل بكرة عادي. جاهزين شباب؟ Let's go!
وحش وحش ابو خلف. خش 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 خش